فترة وأخرى يتم العثور على رفات عدد من الشهداء في الحرب العراقية الإيرانية رغم مرور 32 عاما لانتهائها. وجبة جديدة أعلنها الهلال الأحمر تضم 629 شهيدا، لكن عوائل الشهداء لغاية اللحظة لم تستلم تعويضا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشهيد، مما جعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة. حسب الاتفاقية الموقعة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني، مؤخرا تم تسليم ما يقارب 629 رفات شهيد، ويعني واحنا بهذه المناسبة بحضوركم من خلال قنواتكم ندعو المواطنين وندعو الأهالي زيارة مركز تسلم وتسليم الشهداء والرفات في قضاء الزبير في مقبرة الحسن البصري. هو عليه من حاره راح حارب، يقدر ما يعوف اهله، يقدر ما يعوف جهاله، يقدر يقعد يم جهاله حال حال العالم اللي تخلفت واللي هربت واللي سافرت خارج العراق، فهو يقدر يعني يعديها مرحله هي وتعدت، الله سبحانه وتعالى هم اعرف بالحال، لكن هو الشهيد يعني من ضحى ضحى من اجلي ومن اجلك ومن اجل الوطن هذا، من اجل هالبلد هذا، حتى يحفظ كرامة البلد حتى يحفظ ما يوجه البلد. المطالبات تصاعدت في البصرة بإنصاف وتعويض عوائل شهداء الحرب العراقية الإيرانية. مختصون بمجال حقوق الإنسان تحدثوا عن الازدواجية التي يتعامل بها البعض مع أسر الشهداء ومنح الامتيازات لفئة معينة وترك الأخرى. يجب على الدولة إنصاف كافة الشهداء بصورة متساوية وسواسية، كل الشهداء سواء كانوا بالحقبة السابقة أم اللاحقة، وأيضا يهتمون بموضوع الرفات، رفات الشهداء لحد الآن أكو بعض الرفات موجودة في بعض الأماكن قد يكون يعني يصعب الوصول إليها، نريد من الدولة هذا الأمر يعني أن يهتمون بهذا الموضوع. وتستمر المطالبات الشعبية بضرورة تشريع القوانين المهمة التي تنصف عوائل الشهداء جميعا دون استثناء، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات دون تأخير. لقناة التغيير، يونس الرباعي، البصرة.